الليله نحن دولارنا زايد مع المولد. ها الله، انا امبارح قلت لهم الدولار ده زي الجماعه بتاعنا العارضه، كل ما يدقوا له دقه نوبه يعرض يمشي لفوق. كويس، دولار ماشي لفوق، كل مره ماشي لفوق، لانه شريك قاعد وبدعه قاعده. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما احد احلم من الله، قال: انظر كيف يشركون به ويجعلون له ولدا ثم هو يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم. ناس بياكلوا في الرزق وبعد ذاك يشركوا بالله، خيم تلقاه قاعده ومجموعه من الدراويش قاعدين ما عندهم اي شغل، واحد تلقاه ضرب الفيتريت والدخن اشد من الحصان بتاع الكارو، فهمت؟ وبعد ذاك ضرب الحلاوه والطيبات وجاءوا جنوا نسوان متبرجات. ماذا سوف يحصل؟ سوف يحصل كما حصل في مولد بحري قبل سنوات لما قطعت الكهرباء اكثر من 3 حالات اغتصاب. عرفت ليه؟ الناس ما تتعجب، ما هو في درويش وما شغال وبياكل ومعاه حلاوه وفي نسوان متبرجات وفي جوطه، فهمت؟ والناس زحمه، يعني حيحصل شنو يعني؟ حيكون في تخريج لحفظه القران الكريم؟ حيكون في كده يعني؟ انت بتلعب علينا ولا شنو؟ فهمت؟ شريك قاعد مما تخش الخيمه، مدد يا برهان، مدد يا قادري، مدد يا شكينيبه، مدد يا عركي، مدد يا خنجر، مدد يا ياقوت، مدد يا برعلغوب، مدد مدد. شرك بالله سبحانه وتعالى من البدايه. خيام ما فيها بركه لانه فيها صور الشيوخ، صوره الشيخ تلقاه قدام، يا خالك الله ان شاء الله ارفعوا ضلعه ما ترفعوا الفكده، فهمت؟ لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. ملائكه رحمه وبركه وسكينه ما بتخش المحله دي، لان دي محله بتاعت معصيه. وربنا سبحانه وتعالى قال: والذين لا يشهدون الزور. قال العلماء: ومن معاني الزور في هذه الايه اعياد المشركين، اعياد الشرك والباطل والضلال. والكلام اللي قاله الصوفيه الشينه اللي استنكروا الناس قبل شهور، قال: اجوا المولد ده الخنجر اللي قال انه بتسال الله وبرضه ما بيديك مطر، قالوا جوا المولد ومعاه العجوز الشمطاء حامد بابكر قاعد معاه يأيد فوقه، وكل الصوفيه قاعدين، فهمت؟ وده كله من الهوس والضلال والباطل واكل اموال الناس بالباطل ونشر الخرافات والبدع بين المسلمين باسم محبه النبي عليه الصلاه والسلام، وليس في ذلك محبه او توقير للنبي عليه الصلاه والسلام إلا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه نحن بنسألهم يا صوفية، المولد ده دين وخير بيرفع الزول درجات ولا بينزل الزول دركات في نار جهنم؟ لو قالوا بدخل الناس نار جهنم يبقى دي المجانين ما في زول مفروض يمشي معهم، عرفت؟ ولو قالوا بيرفع الإنسان درجات وده عبادة بنتقرب بها لربنا سبحانه وتعالى، نقول لهم: هل العبادة اللي بتقربنا لله الرسول عليه الصلاة والسلام بينها ولا ما بينها؟ إذا قالوا الرسول ما بينها دي الكفار، وإذا قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام بينها، نقول لهم: وين الدليل؟ متى احتفل النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى احتفل الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ متى احتفل الأئمة الأربعة؟ فهمت؟ متى احتفل العلماء المشهود لهم بالسبت؟ حصل لقيت في كتب الفقه موطأ الإمام مالك كتاب المولد، باب استحباب المولد وفضائل المولد، باب في ذكر الخيام، باب في ذكر النوبة، باب في ذكر الحلاوة وما يحصل من الرقص، في لكن بتلقى كتاب الطهارة، المياه، الآنية، عرفته؟ المساجد وتنظيف المساجد واستحباب تنظيف المساجد وكيفية الوضوء والغسل والمياه وأقسامه إلى آخر، تلقاه مفصل. الزكاة، الحج، غيره، الصيام، غيره من أركان الدين ومن العبادات تلقاه مفصلة، لكن ما بتلقى مولد أصلا لأنه بدعة. بل علماء المالكية الذين يلتصق بهم هؤلاء الصوفية قالوا: إذا إنسان دار يموت وقام وصى بأقل من الثلث وهو الجزء المشروع، تكون أقل من الثلث أو الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير. فلو وصى بثلث أو أقل من ثلث بالمقدار المشروع،
لكن قال أنا أعتمر 10 مليون للمولد السنة الجاية، فهذه الوصية باطلة وغير نافذة. بل علماء المالكية كما قال ابن الحاج والفكهاني وغيرهم رحمهم الله قالوا لو الناس اجتمعوا على قراءة الأحاديث النبوية حديث صحيحة وما كان في اختلاط بين رجال ونساء ثم يأكلون شيئا من الطعام لكان ذلك من البدع المنكرة. ليه أخوانا ليه؟ ليه السلف بيشددوا في النكير على البدع؟ لأن البدع دي معناتها يا رسول الله نحن حصلنا لفضل ولأجر ولحاجة تقربنا لله، لا أنت وصلت لها ولا الصحابة رضي الله عنهم وصلوا لها. دي خلاصة البدع، لأنه يا يبقى دين يا ما دين. لو دين كان ربنا ورانا له أو النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا به، كان ربنا أعلمنا بالكلام ده أو النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالكلام ده. لكن ما دام أنه لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه من البدع الباطلة والمحدثة.